نحن وجودنا على هيدي الطاولة هو للدفاع عن الدستور، هو للتصدي لأي محاولة لترحيل ملف الرئاسة وصرف النظر عن انتخاب رئيس الجمهورية اللي بيبقى بالنسبة لنا الأولوية والأساس إذا بدنا الأمور ترجع تمشي والمؤسسات ترجع تمشي على مسارها الصحيح. إضافة إلى ذلك قانون الانتخابات، ترحيل قانون الانتخابات لحين بت مجلس الشيوخ هو عملياً عملية دفن لأي محاولة بوضع قانون انتخابي جديد بيخضع له اللبنانيين وبيسمح للبنانيين بتجديد الطبقة السياسية وبيكون بمثابة التمديد للطبقة السياسية 4 سنوات جديدة، يعني تمديد للفراغ السياسي. إذا لم نصل إلى تفاهم سياسي بين بعضنا البعض حول كثير من الأمور بدءا بالرئاسة وما حول الرئاسة لإعادة تفعيل عمل المؤسسات نكون نضيع وقتا ونترك الأزمة مفتوحة على كل احتمالاتها السلبية، وهذا لا مصلحة لأحد فيها. لكن إذا كان المطلوب من هذا الحوار أن يعالج الملفات العالقة كانتخاب رئيس، كالتفاهم على قانون الانتخاب، كقرار موازنة بعد 10 سنوات من الانقطاع عن عدم وجود موازنة، كل هذه المسائل باعتقادي صاحبة المنال طالما أن الأفرقاء لا يزالون حتى الآن مرتبطين أكثر فأكثر بالخارج. يلا